جامعة حضرموت تفتح أبوابها للطلبة مرة أخرى بعد توقف دام قرابة 3 أشهر جراء إضراب نفذته نقابة هيئة التدريس بالجامعة نتيجة ما يمر به الكادر التدريسي من أوضاع معيشية صعبة وإهمال الجهات الحكومية، حيث ألقت تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بظلالها على القطاع التعليمي بالمحافظة. تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على تلبية المطالب التي تقدمت بها الجامعات اليمنية، وهي مصفوفة من المطالب حقوقية من ضمنها تسويات وأيضا العلاوات، إطلاق العلاوات. وعلى أثر هذا تم رفع الإضراب لمدة 2 شهر على أساس أنه لو ما في تلبية للمطالب هذا أن يعود الإضراب مرة أخرى للجامعات اليمنية. توقف العملية التعليمية نتيجة إضرابات الكادر التدريسي له أثر سلبي على واقع التعليم الجامعي، فالطالب أول ضحايا إذ يدفع ثمن عدم تلبية الحكومة لتلك المطالب، مطالب تشكل حجر عثرة في طريق تعليمهم. يستعجلون بتلبية هذه المطالب خلال أنه حين هذه 2 شهر اضطرارية، فوضعنا جدا غير مستقر يعني بصراحة، وغير يعني التوتر النفسي يعني حتى في هذه 2 شهر توتر نفسي يعني من الضغط التعليمي اللي بيصير لنا. بسبب الانقطاع هذا جلسنا 2.5 شهر يعني في أوهام على أمل في عودة الجامعة صراحة، لأنه الجامعة كل ما استمرت كل ما قدمنا الكثير من العطاء في الجامعة صراحة. كثيرة هي المحاولات ووسائل الضغط التي نفذت لتجنيب إيقاف الدراسة، لكن جميعها باءت بالفشل. لتبقى مواصلة المسيرة التعليمية بجامعة حضرموت مرهونة بتنفيذ تدخلات حكومية عاجلة. مدة زمنية محددة وضعت للجهات المعنية، فستكون هنالك معالجات حقيقية ليستمر التعليم الجامعي أم أن الجامعة ستغلق أبوابها مرة أخرى؟ زكريا محمد، قناة المهرية، المكلا.